أعيروني أسمعكم أيها السادة الكرام، وصلوا بينا على النبي. ويلا بينا، الحالة اللي هعرضها دلوقتي نون هودجكن الليمفوما مميزة جدا، لأنها في المرحلة الرابعة، عملت بيت سي تي وجاية علشان تاخد أشعة مقطعية 30/10. اتقال في البيت إن في الضلع التاسع فيه هيباتيك فوكال ليجن، وتقرير الباثولوجي قال دي ديفيوز لارج بي سيل ليمفوما. وهنا يبدو الإشارة إن التشخيص ورد بعد إيه؟ بعد ما الراجل عمل أشعة مقطعية بات سي تي بوزيترونية، وعمل فحص معملي في الباثولوجي، وعمل مع تحاليل، التلاتة مع بعض اجتمعوا فشخصوه. فولا الكيميائي بيشخص ولا الفيزيائي بيشخص، بيشخصها التلاتة دول مع بعض عند طبيب الأورام. كانسر بيشنت هو حضرته يعني، ألف سلام عليه. وبناء عليه قال ايه؟ قال نتوكل على الله بقى ونبدا كورس بتاعنا اللي هو هنشوف هنعمل ايه مع الناس. فادوله كيماوي وهو كان جلسه كده بس، صبر يعني واحتسب الحمد لله. وبعدها قالوا له خلاص بقى انت تاخد علاج اشعاعي. قلت له تعالى يا ابني تعالى، ما تقلقش ما تقلقش، انت في ايد امينه. امينه تخلي ولا منك جدا، لا تقلق وتاكد انت في قلبي. نروح بقى للراجل وربنا يقدرنا على فعل الخير، ونستعرض هذا الرجل. بعد ما الدكتور رسم فيه الرايت لونج والليفت لونج والهارت، بس مش عارفه ليه متداري يعني، وتحت كان فيه كدني وسباينال كورد، كل اورجان اتاسك خايف عليها يرسمه، واتنفذت صوره كانه متصور يعني دي ار ار دي، عشان ناخد بالنا هيبقى متصور وهو نايم هتطلع صوره عامله ازاي. مش هتقدر تدخل عليه بفيلد دايركت، هتحط له ودج. عارف ليه؟ علشان خاطر هو طرفه منحني كده، الليجن عامل له كأن طرفه زي ما يكون جبل، في انجوليشن، انحناء. نفس الحركة بنعملها على فكرة لحالات البريست، بنعملها ساعات للبلفيك. خدت بالك الرجل الأصفر ده وهو بيشاورلك على الوجه؟ هتحط اتنين في وش بعض عشان خاطر ايه؟ الاتنين يعوضوا الانحناء اللي عاملاها الفوكال ليجن، او الحاجة اللي هي ورمة او ضخمة في طرف جسمه ده. الفرق بين بلان وبلان ايه؟ ركز هنا بقى واعمل لي اختلافين ثلاثة كده في الصورة دي. في لحظة تلاقي الطرف بتاع البيشنت من ناحية أخضراني خالص، ومن ناحية أصفر فأحمر، يعني كأن عنده حتة هوت سبوت كده. هي بيني وبينكم 107، مش هوت سبوت تزعل يعني، بس انت بقى قصادها تلاقي الناحية التانية في ايه؟ ملمومة كده، وكأن الدوز هنا عاملة هوت سبوت ومتحاشة بزيادة، الناحية التانية متغطية بزيادة. أنا عايز ايه؟ أنا عايز الوجه اللي يوزنهم. لاحظ الفرق ما بينهم هو ايه؟ من ناحية يسمع في الكفرج، ومن ناحية تانية يسمع في الأورجانات ريسك. وانا عند الرسم البياني عايز اشوف الهيلسي اورجن، او مبدئيا التيومر توتالي كفرد، والهيلسي اورجن قد ما اقدر اقلل عليه الجرعة شويتين. دلوقتي تاخدوا اودانكو التي اعرتموها لي، واحب اضيف الى سيادتكم ان كل لايك بتعملوها فعلا بتفرحني، ولما بتكتبوا لي كومنت بتبقوا كانكم بتتكلموا معايا دايركت. انا برد على كل الكومنتس على فكره، ساعات برد مرتين ثلاثه. لما بتشير بنبقى لارجر فاميلي. بس كده، شايف الديستريبيوشن.